عبر التي في لايف زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. مساء الخير يا عمر. مساء الخير يا محمد، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وبرحب بناقدنا الكبير الاستاذ محمد صادق. وزي ما انت قلت من اليكانتي في اسبانيا، مقر او معسكر اقامه النادي الاهلي. يعني اكيد بنكون معاكم في رسائل مستمره، بنقول لكم كل اللي بيحصل وكل اللي بيكون موجود هنا في معسكر النادي الاهلي في مقر بعثه الاقامه. من مباراه امس احنا عارفين ان الفريق النهارده ادى تدريبات صباحيه، بعديها كان يوم فري، لعيبة من حقها يعني تخرج أو تمارس يومها بشكل عادي جدا، علشان يعني الحمل اللي موجود في التدريبات والمشقة اللي موجودة في التدريبات الأخيرة تبدأ أنها تخف من عليهم. اللعيبة تجولوا في أماكن مختلفة، عملوا بعض الشوبينج، كل اللعيبة كانوا حريصين أن هم يغيروا جو، كل اللعيبة كانوا حريصين أن هم يخرجوا يعني لعدة ساعات بسيطة جدا بره جو التدريبات والمباريات. النادي الاهلي بيستعد ايضا للقاء هيكون يوم الخميس، تاني اللقاءات الوديه في معسكر وبرنامج الفريق في اسبانيا امام فريق نيوبورت الانجليزي، احدى فرق الليج 2 او الدرجه الرابعه الانجليزيه، علشان يكملوا في نفس البرنامج اللي طلبه مستر مارتن لاسارتي المدير الفني، وبنفس الحمل التدريبي. ودي نقطه مهمه جدا يا محمد، واكيد طبعا كل اللي بيتفرجوا علينا عارفين ان فتره الاعداد بتكون ليها معدلات حمل تدريبي معين، علشان خاطر اللعيبه تقدر توصل لقمه اللياقه البدنيه. واحنا كمان عندنا موسم صعب، موسم لسه ما انتهاش وموسم لسه بيبدا، وبالتالي كل التدريبات اللي موجوده وكل الاحمال اللي موجوده عند لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني تحت قياده مستر مارتن لاسارتي. ان شاء الله بكره هنكمل تدريباتنا عادي جدا بفترتين، فتره في الصباح وفتره في المساء. كل الامور ماشيه على ما يرام، كل الامور ماشيه بشكل اكثر من ممتاز، كل الاجواء زي ما انا قلت وزي ما زميلي العزيز اللي هيكون معاك او هيكون على قناه الاهلي بعد شويه مع كابتن اسلام شاطر في لقاءات حصريه ومهمه. ودايما بنقول لمشاهد قناه النادي الاهلي طيب عمر هتكون عايش معانا في المعسكر، هتعرف كل الاخبار، هتعرف كل الاحداث، هتشوف. اتفضل يا محمد معاك. طيب عمر، النهارده اتحاد كره القدم، بما انك بتتكلم على نهايه الموسم الماضي وبدايه الموسم القادم والنادي بيستعد بالتاكيد للمرحلتين، النهارده اتحاد كره القدم عدل في مواعيد مباريات الدوري القادمه، مباراه المقاولين ومباراه الزمالك، وتم تبكير المواعيد تقديمها لمده 72 ساعه. تمام. بحيث ان مباراه القمه بدل ما كانت تتلعب يوم 30 هتتلعب 28. تمام. وهيبدا مباراه المقاولين يوم 24 بعد ما كان هيلعبها يوم 26. مظبوط. مارتن لاسارتي الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني تعليقاتهم على مزبوط هذا الموضوع، في ظل كمان ان النهارده او من شويه كان في تصريحات في الاتحاد المصري لكره القدم، المهندس هاني ابو ريده بيتكلم على ان القيد الافريقي والاستثناء، والكابتن عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، اللي احنا عدلنا المواعيد بسبب مواعيد القيد الافريقي. ردود الفعل داخل الجهاز الفني على الموضوع دوت، وبالتاكيد ده متعلق بالقائمه والموسم الجديد اللي موجودين مع البعثه دلوقتي في اسبانيا. طبعا انت عارف يا محمد ان النادي الاهلي يعني الامور يعني عندنا بتتاخد بشكل مختلف، دايما التعليقات او دايما الامور بتكون الاول بيكون في اجتماعات، بيكون في مشاوره، بيكون في اخذ للاراء، وبعد كده بيتم الابلاغ بيها سواء للصحفيين الزملاء او سواء للبعثه الاعلاميه بشكل عام او لقناه الاهلي بشكل خاص. لكن لسه لحد دلوقتي انا كنت بسال الكابتن سيد على بعض التعديلات اللي هتكون موجوده بالظبط بسبب المباريات اللي تم تقديمها، قال لي بكره ان شاء الله هتعرف كل الامور وكل الاخبار وكل البرنامج اللي هيكون طبعا بالشكل الجديد بتاعه. بتكلم من ناحيه الاحمال، بتكلم من ناحيه الايام اللي ممكن يكون فيها فري داي للعيبه كلها، وبالتالي بكره ان شاء الله هنعرف كل ردود الافعال وهنعرف ايه اللي هيحصل، سواء القايمه سواء الاستعداد للقاءات بشكل مختلف. انت عارف محمد ان دايما لاعب كره القدم او المدير الفني بيحط خطه تدريبيه بناء على ايام المباريات وفترات الراحه اللي موجوده ما بين التدريبات المسائيه والصباحيه وايضا المباريات الوديه. وكمان زي ما انت عارف ان مستر مارتن لاسارتي والجهاز الفني كانوا حريصين او بيكونوا حريصين دايما ان هم يعملوا تدريب صباحي وبعد كده بيلعبوا
مباراة في المساء، وبالتالي الأمور بتكون مختلفة في النادي الأهلي زي ما أنا قلت لك، لكن لسه ما عندناش ردود أفعال صريحة، ما عندناش ردود أفعال واضحة للجهاز الفني أو لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، لكن أعتقد إن بكرة بالكتير جدا زي ما إحنا متعودين دايما إن كل حاجة عندنا هنا بنظام، كل حاجة بنعرفها في الوقت المناسب. علشان كده بقول لك دايما إن إحنا على قناة الأهلي يا محمد، سواء أنت موجود أو أي زميل عزيز هيكون موجود، دايما هيكون عندنا كل الجديد، كل الحصريات، حتى في الحوارات والسهرات. أكون إن شاء الله حاجة يعني طليق بقناة النادي الأهلي، وحاجة طليق للمشاهد الأهلاوي، وإن شاء الله أيا كان محمد بقى المباراة قدمت المباراة أخرت، هنا عندنا شعار واحد في المعسكر، بطولة الدوري العام المصري الحالية، بطولة أهلوية إن شاء الله. كل اللعيبة متعهدة على الكلام ده، كل اللعيبة متعاونة، اللعيبة في روح تعاون كبير جدا وروح تنافسية، علشان كله يكون جاهز 100% في أولى لقاءات الأهلي في بطولة الدوري أمام المقاولون العرب. مش طول عليك ولا طول على الاستاذ سؤال محمد أخير. صادق سؤال أخير، لكن عايز اقول لكل مشاهدي قناه الاهلي انتظرونا ان شاء الله في برنامج. اتفضل يا محمد، معاك اتفضل. اللاعبين الدوليين متى سيلتحقوا بالمعسكر؟ هل في امكانيه ان هم يكونوا موجودين ان شاء الله على المباراه الثالثه الوديه، ولا هيكونوا مع الفريق ان شاء الله لما يرجع القاهره؟ طيب بالنسبة للعيبة الدولية، هو اللاعب الوحيد اللي هيكون موجود بكرة 100% هو جيرالدو إن شاء الله، اللاعب الأنجولي اللي ما توفقش مع منتخب بلاده، وبالتالي بكرة إن شاء الله هيكون موجود في المعسكر. نقطة مهمة اتكلمت فيها وعايز أتكلم فيها، علي معلول ومنتخب تونس. بصراحة علي معلول يعني امبارح هو بيشاهد مباراة منتخب تونس كان متحمس جدا، كان مبسوط جدا، كان فرحان بتأهل المنتخب التونسي، مش هو بس، ده كل بعثة النادي الأهلي المساندة للمنتخب التونسي اللي شاركت معاه وشاركت فرحة علي معلول بفوزهم أو الفوز الغالي على منتخب غانا في دورة 16 في بطولة الأمم الأفريقية. أما اللعيبة الدولية محمد، أنت عارف إن في شوية إجراءات خاصة بالتأشيرات ولسه مستنيين الإجراءات، هنشوف هتخلص على إيه. هل الإجراءات الخاصة بالتأشيرة بدولة أسبانيا ممكن تخلص قبل المباراة الثالثة زي ما أنت قلت، ولا مش هيلحقوا وبالتالي مش هيكونوا موجودين في المعسكر؟ كل الأمور بتدار بشكل جيد جدا ما بين الجهاز الفني والإداري، تعرف أن الإداري والفني جزء مهم جدا في التنسيق ما بين اللاعبين، وأيضا في التنسيق ما بين السفارة أو القنصلية الأسبانية. القنصل طبعا متعاون مع بعثة النادي الأهلي وبيحاول جاهدا أن هو يحاول على قد ما يقدر أنه يطلع التأشيرات للأربع لعيبة اللي هيكونوا موجودين إن شاء الله في المعسكر، إذا يعني نجحوا في إجراءات الخاصة بالتأشيرة علشان يكونوا موجودين. ما حصلش يبقى ماشيين زي ما احنا، وإن شاء الله لما يرجعوا مصر هيلتحقوا بالبعثة، لكن أكيد في أمور تنسيقية تدريبية ما بين اللعيبة الدوليين وما بين الجهاز الفني للنادي الأهلي. طولت عليك يا محمد، معلش طولت على الأستاذ محمد. بشكرك يا عمر، عايز بس أقول لكل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله يا محمد إن شاء الله هيكون مع الكابتن إسلام الشاطر في برنامج الكيان الزميل العزيز كريم أحمد، وهيكون معاه إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي أو بعض اللاعبين من النادي الأهلي، وزي ما احنا متعودين مستمرين في رسائلنا اليومية. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، وكل التوفيق ليك يا رب أنت طبعا.